غالبا لو طلبت من اي حد فيكو يقدم نفسه دي اسهل حاجه ممكن يطلع يقولها، وعشان كده introduce yourself هو اول سؤال بنتساله في اي انترفيو بنروحه. السؤال ده اجابته بسيطه عند اي حد فيكو الا انا، لان اجابتي بتبتدي كالاتي: انا اسمي ماياي العجرودي، مواليد 28 اكتوبر 94، ساكنه في مدينه نصر وشغاله في جامعه مصر الدوليه. انا اتولدت لدغه في حيفيه عادي، بحبها، مش شايفاها حاجه وحشه، ما بحاولش اعالجها، شايفاها جزء من شخصيتي عادي. العادي بقى ان هي داخله في كل تفصيله في حياتي، حتى اللي جابني هنا النهارده كان ورق. سنه 2009 يعني تقريبا كنت في اولى ثانوي، كان عندنا مستر قال لنا طلعوا ورقه اكتبوا فيها كل الصفات اللي نفسها تبقى فيكوا اما تكبروا، ويسموا او شخبطوا كل حاجه نفسكم تبقوها والشغلانات. الورقه دي كانت بالنسبه لي فرصه كويسه قوي، لان انا كنت طالبه خجوله ومنطويه، ما بحبش اشارك في الفصل، وكمان كنت بحب الرسم والكتابه، فكانت فرصه كويسه قوي ان انا ابتدي اعبر عن نفسي. وكانت فرصه اكبر ان انا فعلا اول مره افكر هو انا عايزه بقى ايه. رسمتها والمستر قال لنا حطوها قدامكم واقعدوا بصوا لها، وكل ما تبصوا لها تتشجعوا ان انتوا تشتغلوا عشان تحققوا الحاجات اللي فيها. بقيت ببص لها وبنبسط فعلا، بس كان زيها زي الكلام الحلو اللي بنقراه على الفيسبوك، زي الفيديوز اللي ساعات بنشوفها بتشجعني، بس ما كانتش كفيله ان انا فعلا احقق اللي انا كنت عايزاه. طب ليه؟ خلينا الاول متفقين ان الموتيفيشن او التحفيز هو شعور، احساس بيتغير، الظروف بتغيره، مش مستمر، قوي قوي وبيمدني بحاله مزاجيه كويسه، لكن لوحده مش كفايه، زيه زي جعان، حيران، ميدان، شبعان. موضوع الموتيفيشن كله والفيديوز والحاجات دي بتفكرني بمثل بالانجلش كده بيقول You can take a horse to the water but you cannot make it drink. يعني سهل قوي ان انا اخد حصان ناحيه الميه، لكن استحاله اخليه يشرب لو هو مش عايز ده. فسهل قوي ان انا يجي لي دفعه الحماس واتشجع، لكن استحاله اتحرك فعلا لو انا مش عايزه ده او ما عنديش دافع لده. حتى موضوع الدافع ده مش دايما ثابت، يعني واحنا صغيرين كنا ساعات بنقعد ساكتين عشان بس ناخد الحاجه الحلوه من ماما او من بابا، وبعدين بنرجع نطلع عينيهم عادي جدا. وساعات كنا بنقعد ساكتين برضه بس عشان احنا كنا بنلعب لعبه احنا بنحبها. الموتيفيشن نفس الكلام. الموتيفيشن او التحفيز نوعين، نوع انترنسك ونوع اكسترنسك، نوع داخلي ونوع خارجي. خارجي يعني مقرون بمقابل ما او حاجه حلوه بشتغل عشان خاطرها، وداخلي يعني عشان جايز جدا ملوش مقابل واضح وساعات ملوش مقابل اصلا. من 3 سنين زي كل البنات كان نفسي اخس، فرحت الجيم ودفعت الاشتراك وبدات اروح. ساعتها اخويا الصغير احمد كان بيلعب كذا رياضه منهم الجري، قال لي الجري بيحرق الدهون بسرعه، عجبتني الفكره، بدات انزل معاه وكنا ننزل كل يوم جمعه الفجر نجري. بس احمد عشان عنده نوع من انواع الذكاء الرياضي وبيحب الجري وبيلعب كذا لعبه اصلا، فكان بيجري كده ما شاء الله سعيد قوي. انا بقى اللي معدومه الذكاء الرياضي وما بحبش الجري اصلا وبيتقطع نفسي وبجري بس عشان كنت عايزه اخس، كنت بجري كده فضلنا نكمل 2016 و2017 وبقينا بنجري سوا ودخلنا هاف ماراثون سوا، ودخلت 2016 و17 وخلصتهم، وكان احساس حلو فعلا ان انا اخلص واوصل على الفينش لاين واخد ميداليه وانبسط. بس في 2018 انا وقفت جري. السنه دي كان احمد واحد من المشاركين فيه وانا كنت واحده من المتطوعين. قدرتي على بذل المجهود والصحيان والنشاط خلصت مجرد ما المقابل بتاعي او حاجتي اصلا خلصت. طب ليه يعني؟ العيب كان فيا ولا في الموتيفيشن ولا في التخطيط ولا في ايه بالظبط؟ صحيح العيب كان فيهم كلهم. مشكله الموتيفيشن اللي مقرون بمقابل ما او الاكسترنسك موتيفيشن انه له فتره وبيخلص. ليه؟ ده بيرجع لحاجه اسمها الهيدونيك ادابتيشن او التكيف التلذذي. يعني مخ الانسان بيتكيف باي حاجه بتلذذه،
بمعنى أصح مخ الإنسان بيتعود على أي حاجة بتبسطه. ده بالظبط اللي بيخلينا أول ما نجيب الموبايل بتاعنا الجديد نعمله بحيسة قوي وبعدها بكام يوم نسيبه، أو لما نروح نجيب لبس هو ده الطقم أحلى طقم وبعدين بنيميه على الكويسيال في الأوضة مع أخواته. حتى الشيبسي إحساسنا في أول شيبسيايا وطعمها الحلو غير وإحنا بنخلص آخر شيبسيايا عشان نخلص الكيس ولسانة تقريبا وجعنا. الموتيفيشن نفس الكلام، بيقعد معانا يومين ثلاثة وبعدين ما بنحسش بحاجة. سنة 2008 في جامعة كاليفورنيا مجموعة من الباحثين قرروا ان هم يجيبوا مجموعتين، مجموعة كسبوها فلوس كتير ومجموعة سابوها تعيش بنفس المستوى المادي بتاعها، وبدأوا يقيسوا مستوى السعادة عند المجموعتين. طبيعي ان مستوى السعادة عند المجموعة اللي كسبت فلوس كان اعلى. شهر التاني التالت، المفاجأة ان في الشهر الرابع بدأت المستويات تقل. الشهر السادس كان المستويين قد بعض بعد ما المجموعة اتعودت على الفلوس وشافتها حاجة عادية. عشان كده هو ده اللي على طول بيحصل، اول ما بنتعود على الحاجة خلاص. مشكلة التخطيط ليه؟ لانه اصلا احنا عندنا مستوى سعادة اصلي، ساعات حاجات بتطلعه فوق كويسة، ساعات حاجات مش كويسة بتنزله لتحت، بس في الاخر احنا عندنا مستوى ثابت. واحنا بنخطط لاهدافنا عادة بنخططها واحنا في المستوى اللي فوق وعندنا حالة الحماس ومتشجعين. ده اللي كان بيحصل لما كنا بنيجي نعمل جدول المذاكرة اياه قبل اي امتحان، وبنتفق ان احنا نخلص المنهج 3 مرات قبل ما نخش الامتحانات، وبنكتب فيه ان احنا هنخلص كل يوم شابتر، مع انه واقعيا لا الوقت هيكفي الشابتر ولا انا قدرتي على الحفظ تستحمل شابتر. ده ليه؟ عشان حاجه اسمها دانين كروجر ايفكت. القانون ده بيقول ان مخ الانسان بيميل ان هو يعزز قدرات هي ضعيفه عندنا وساعات مش موجوده اصلا. ساعات بنحط اهداف مش مناسبه اصلا لطبيعه شخصيتنا، زي ما انا كنت عامله. زي ما انتم شايفين انا كنت حاطه لوكشه اهداف كبيره جدا، دكتوره عندها برنامج في الراديو بتكتب كتاب، وانا اصلا شخصيه خجوله محدش حاسس بيا في الكلاس غير طبعا المؤامره الكونيه اللي ضدي في حرف ج، مؤامره كونيه كامله بس هي مش كامله قوي عشان هي ما بتبانش في الانجليش، فانا بعرف اقول ان انا كنت في مدرسه فيوتشرز وان انا التخصص بتاعي ليتريتشر عشان اعرف اشتغل بس انا برضه كنت مصيره اوصل لكل الاهداف دي زي الفيديوز اللي بشوفها الحلوه المشجعه. بس مشكله الفيديوز دي ان هي بتوصلنا على نقطه النهايه على طول، النقطه اللي البطل فيها وصل لمقابل تعبه وخلص رحله السعي بتاعته اللي كانت قدامي مش اكتر من 3 دقايق، مع ان الصح ان انا كنت اركز على رحله السعي دي نفسها، اشوف انا فين، عندي ايه، محتاجه ايه، محتاجه ايه اكتر يوصلني ليه. يعني منطقيا لو انا فعلا حد هيطلع جبل وعايز يوصل لقمته فانا محتاجه اشوف انا فين، موقع الجبل ده على الخريطه فين، هاخد مواصلات ايه، محتاجه تمرينات ايه بدنيه عشان اوصل. يمكن اللي انا وصلت له مش حاجه مميزه ومش حاجه كبيره وما جاتش بتعب شهر ولا شهرين ولا بنطه، دي كانت حاجه طويله. greatness is a lot of small things done well. اول مره شفت الجمله دي كان من حوالي 6 سنين لما جالنا مستر تاني وقال لنا طلعوا ورقه، بس المره دي قال لنا اعملوا فيجن درافت ليكم، يعني اكتبوا رؤيتكم، اكتبوا انتوا نفسكم في ايه، بس كمان اكتبوا انتوا ازاي هتوصلوا له، تخيلوا طريق. المره دي الصوره اختلفت تماما بالنسبه لي، ابتديت ادرك انه في طريق، استوعبت انه لازم يبقى في طريق، كورسات وكتب ودراسه وشغل. بدات افهم انه انا لازم اصلا احسس الناس مين مايار، احسس الناس بوجودي، ابتدي اصلا اتكلم، فلازم اقرا عشان يبقى عندي راي اقوله للناس، فلازم اروح اخد كورس كتابه عشان اشوف اللي انا عايز اكتبه ده بيتكتب ازاي اصلا، فلازم انزل اروح تمرينات واخش انشطه طلابيه واختلط بالناس عشان اعمل طبيعه الشخصيه اللي ينفع اصلا تدرس وتكتب وتعبر عن نفسها. كانت نقطه صغيره خدتنا لنقطه صغيره ودتني لنقطه صغيره، وغالبا ما بتخلصش لان هي لو خلصت فده معناه الموت،
احنا كلنا عشان نتعلم اللغه واحنا صغيرين قعدنا نطلع اصوات مش مفهومه، والاصوات اللي مش مفهومه بقت ماما، وماما بقت جمل، والجمل بقت لغه، ولحد النهارده ساعات بنلاقي كلمه احنا مش عارفينها فبنتعلمها ونكمل. اللي انا عملته ما او اللي انا وصلت له مش حاجه مميزه، ومش حاجه تتقال في تيك توك، ولا حاجه تتعمل في فيديو من الفيديوهات بتاعه ثينك اوت اوف ذا بوكس. وموضوع ثينك اوت اوف ذا بوكس ده بيضايقني، يعني لما كلنا هنفكر بقى صندوق، سيبنا الصندوق لمين؟ مشكله الموتيفيشن انه على طول بينادي بالسوبريوريتي والتفوق المبالغ فيه، وده بيخلق حاجه اسمها ديسكاونتنج برينسيبل او مبدا الانتقاص، المبدا اللي بيخلينا نبص لاحلامنا العاديه نظره دونيه، او نظره دونيه للبنت اللي قررت ان هي عايزه تقعد في البيت وتاسس اسره مش تشتغل، او اللي قرر انه يشتغل شغلانه ثابته وما يعملش الشركه الخاصه بتاعته، او اللي قرر انه عايز يقعد في البلد ومش عايز يسافر 30 بلد قبل ما يتم 30 سنه. بس فيها ايه لو انا البوكس عاجبني؟ لو انا فعلا حابه البيت؟ فيها ايه لو انا عايز فعلا اشتغل الشغلانه العاديه ومش عايز ابني لنفسي الشركه بتاعتي؟ truth is relative، يعني الحقيقه نسبيه. ألبرت أينشتاين قال إن الحقيقة نسبية، وعليه فمفهوم النجاح نسبي، مش لازم نظريات الإنسان السوبر تكون مناسبين. اللي عمل شركة وحقق لنفسه قيمته المغامرة ده نجاح، واللي اشتغل الشغلانة الثابتة وحقق لنفسه قيمته الاستقرار ده برضه نجاح، بس نجاح مختلف. عشان كده أهم حاجة إن أنا أبقى عارفاني، عارفة إيه القيم، القيم اللي أنا عايشة لها، عارفة إيه الإمكانيات اللي عندي، وعارفه ايه الاحتياجات او اللي انا محتاجاه عشان اوصل للي انا عايزاه. ساعتها هعرف اخلق لانا اهداف وهعرف احققها لها، حتى لو مش متشجعه ومش متحمسه، لانه بحكم خبرتي القليله هو اصلا مش مهم. مستحيل افضل محافظه على حاله الانبساط والحماس، واقعيا لو حد بيشتغل على هدف طويل المدى فعدد الايام اللي هيبقى متضايق فيها ومخنوق ومش مصدق في اللي بيعمله وملوش نفس يشتغل اكتر بكتير من عدد الايام اللي كان مبسوط ومتحمس وكله امل انه يقوم يبدا. سكه السعي طويله، والتحفيز حلو ومطلوب وبيساعدني، بس لوحده استحاله يوصلني. شكرا.